الحقيقه في مباراه امبارح والنهارده رساله لكل من يحاول ان يزرع الفتن ما بين اللاعبين، رساله لكل من يحاول ان يزرع الفتن ما بين اللاعبين. النهارده انا الحقيقه صحيت الصبح، انا بصحى بدري، صحيت الصبح فبفتح التويتر لقيت كل الناس كاتبه على موضوع سعد سمير ان هو يعني جاله قطع في وتر اكيلس، هيحتاج لي 8 شهور زي ما اعلن الموقع الرسمي للنادي الاهلي خلال النهارده الصبح. الحقيقه بعد كده لقيت كل الاصدقاء سعد سمير كلهم الحقيقه كاتبين على تويتر وبيكلموه وبيبعتوا له كل لعيبه النادي الاهلي. وايضا لفت نظري محمد عواد لاعب نادي الزمالك، لفت نظري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، لفت نظري ايضا محمود علاء لاعب نادي الزمالك. ودي رساله الحقيقه لكل من يريد ان يزرع الفتن ما بين الاهلي والزمالك، رساله الى كل من يريد ان يهدم القيم والاخلاق والمبادئ اللي موجوده ما بين اللاعبين. زي ما حضراتكم شفتوا ممكن يكون التنافس في الملعب تنافس قوي جدا جدا جدا، ودي فرصه. طبعا كنا نتمنى ان سعد، لكن دي حاجه بتاعت ربنا، يعني الاصابه دي حاجه بتاعت ربنا. انا متاكد ان سعد سمير هيرجع افضل من الاول واحسن من الاول ان شاء الله، لان واحد من الناس اللي عندها القدره على ان هو يغيب زي ما غاب 6-7 شهور الفتره اللي فاتت، رجع واحد من افضل اللاعبين في المباراتين 3 اللي لعبهم. هو ده سعد سمير، هم دول ولاد النادي الاهلي، هم دول ابناء النادي الاهلي. ولكن الموقف ده الحقيقة خلاني أبقى سعيد جدا، لأنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك حرص من البعض على زرع الفتن ما بين الجماهير وما بين اللاعبين، خصوصا الأهلي والزمالك زي ما حضراتكم عارفين. ولكن إن أنا ألاقي محمود علاء بيتمنى كل الشفاء والشفاء العاجل لزميله وصديقه سعد سمير، ان انا الاقي مصطفى محمد وطبعا الثلاثه او كمان محمد عواد الثلاثه نجوم نادي الزمالك ان هم يتمنوا، دول اللي انا شفتهم، انا ما اعرفش مين تاني كتب الحقيقه، ولكن ده اللي انا شفته، عواد ومصطفى محمد ومحمود علاء. ف جوه الملعب تنافس واللي انت عايز تقوله قوله، ولكن بره الملعب تبقى الاخلاق وتبقى القيم والمبادئ هي اهم شيء، وهو ده المهم، وهو ده اللي احنا دايما بنسعى له، وهو ده اللي دايما بنتعلمه داخل النادي الاهلي. سعد سمير كابتن من كباتن النادي الاهلي، سعد سمير واحد من افضل اللاعبين في هذا المكان، نتمنى له يا رب العوده وان يكون افضل كمان من الفتره السابقه، وده انا متاكد منه ان شاء الله. معرفش هل تم تحديد مده الاصابه، يعني قولوا لي برده يا جماعه علشان ما نبقاش بنقول معلومه غلط. ان شاء الله يرجع بعد الإصابة ويبقى أفضل وأفضل وأفضل كمان من الأول.